السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. موعد مباراة منتخب أوزبكستان الأولمبي أمام منتخب العراق الأولمبي اليوم بإذن الله تعالى، اليوم السبت 11/6/2022، مباراة في كأس آسيا تحت 23 سنة. متابعين الكرام، أوزبكستان في مواجهة العراق اليوم بإذن الله تعالى، المباراة ميعادها الساعة 7 مساء. طبعا المباراة في ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة، المباراة معدة 7 مساء بتوقيت العراق ومكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة معدة الساعة 6 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 5 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 4 عصر أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. المباراة بإذن الله تعالى على القنوات الآتية: قناة الرابعة العراقية والمعلق مصطفى علوان، قناة اس اس سي 7 اتش دي والمعلق عبد العزيز زايد، وقناة أبو ظبي آسيا والمعلق أحمد الحامد، قناة دبي الرياضية آسيا والمعلق عبد الله السعدي، وقناة الكاس 5 اتش دي القطرية والمعلق عليها يعني غير معروف، وقناة بي ان سبورتس اي اف سي والمعلق أحمد البلوشي. متابعين الكرام، المعلق مصطفى علوان على قناة الكاس، أما قناة الرابعة العراقية مش معروف المعلق عليها. ملعب المباراة ملعب بختكور المركزي، ربع النهائي كأس آسيا تحت 23 سنة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.